مشروع مهني 2030 ده واحد من المشروعات اللي أطلقتها وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن اللي محتاجها سوق العمل في الداخل وكمان في الخارج. تفاصيل أكتر يا منى وشرح وافي عن هذا المشروع المهم جدا. معانا على التليفون الأستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل. صباح الخير على حضرتك أستاذ عبد الوهاب. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذة منى. أهلا وسهلا بحضرتك. حابين في البداية كده نعرف من حضرتك ملامح وتفاصيل أكتر عن المشروع ده، مشروع مهني 2030 عفوا معلش. نعم 2030 مش 2020. أي يا فندم. أولا وزارة العمل إن شاء الله بكرة اللي هو صباح يوم الاثنين اللي هو الموافق 15 يناير 2024 هتطلق مشروع مهني 2030، وده هيكون تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وده هيكون خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني اللي بتعقده الوزارة وفي العاصمة الإدارية الجديدة بإذن الله، واللي هيشارك فيه طبعا عدد كبير جدا من الوزراء وأيضا ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. معالي وزير العمل حسن شحاتة يعني في تصريحات صحفية يعني تعليقا على هذا المشروع قال إن هو بيجسد التعاون بين الوزارة وبين القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل دلوقتي سواء في الداخل أو في الخارج، وده تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بشأن تنمية مهارات الشباب ودراسة سوق العمل وربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل دلوقتي من خلال التحديات طبعا اللي احنا عارفينها كلنا اللي بيواجهها هذا السوق. هذا المشروع احنا في وزارة العمل بنعتبره مشروع العام، يعني احنا عندنا مجموعة مشاريع كده هذا العام ان شاء الله، منها مشروع التدريب المهني. وزارة العمل لديها من الآليات والأدوات والإمكانيات اللي بتأهلها طبعا انها تطور هذه المنظومة، منظومة التدريب المهني. هي عندها دلوقتي 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، بتستعد لإطلاق 10 عربات تدريب أيضا متنقلة في جميع يعني الأماكن اللي فيها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنفيذ مبادرة مهنتك مستقبلك. هذا المشروع بإذن الله تعالى هو يعني تطوير لهذه المنظومة، وطبعا هو ليه مجموعة من الأهداف، يعني بجانب طبعا زي ما ذكرت في البداية ليه مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو عايزين بقى نعرف الأهداف دي بالتفاصيل ووضع الأهداف ده تم إزاي من خلال القائمين على المشروع ولا سمعوا آراء كمان اللي هينفذوه. احنا طبعا استعنا يعني خبراء على أعلى مستوى وأيضا يعني هناك شراكة مع بعض المنظمات اللي هي خاصة بالقطاع الخاص تنفيذا طبعا لتوجهات القيادة السياسية دلوقتي، إشراك القطاع الخاص باعتباره طبعا قاطرة التنمية. عندنا 7 أهداف أساسية لهذا المشروع. الهدف الأول هو تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام القانون قانون العمل. وطبعا هذا الموضوع مهم جدا لأن طبعا ده هيقضي على كافة المراكز اللي بتعمل دلوقتي بشكل غير مرخص وبتدي شهادات غير قانونية، وده طبعا يعني بيهدد العملية التدريبية برمتها طبعا. وبعد كده جميع التراخيص اللي هتصدر هتكون عن طريق وزارة العمل، جميع الشهادات الخاصة بمزاولة المهلة هتصدر عن وزارة العمل بالشراكة طبعا مع القطاع الخاص. هذه مسألة طبعا في غاية الأهمية. تاني هدف هو الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي. ثالث هدف يا فندم القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية اللي احنا ذكرناها دلوقتي. رابع هدف، احنا عندنا 7 أهداف، رابع هدف تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية. رقم 5 توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي، معهد، أكاديمية، مركز تدريب إلى آخره. رقم 6 يستهدف المشروع في المرحلة الأولى عدد لا يقل عن 27,000 متدرب بواقع 1,000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص
الخاص. رقم 7 اعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبيه. هذا المشروع في لجنه طبعا مشكله برئاسه معالي وزير العمل حسن شحاته وعضويه ممثلين وزارات زي التربيه والتعليم والتعليم العالي والفني والتجاره والصناعه وعدد من الخبراء والمستشارين المتخصصين في ملف التدريب. وهذه اللجنه بتختص بمراجعه كافه اعمال المشروع ومخرجاته. وعلى ده شيء رائع، شيء رائع جدا استاذ عبد الوهاب. 7 اهداف مهمه جدا، يعني اعتقد او اتصور انها هتعمل نقله كبيره جدا في منظومه التدريب المهني على مستوى الجمهوريه. حابب اسال حضرتك هنا الرؤيه الخاصه لممثلي الاعمال واصحاب الاعمال واصحاب الاعمال المختلفه، دورهم هيكون ايه، وازاي ممكن نبني شراكات حقيقيه وشراكات فاعله مع ممثلي الاعمال؟ شوف يا فندم، هناك يعني اولا في نقطه مهمه جدا يعني احب ان انا اقولها للساده المشاهدين والراي العام، ان هذا المؤتمر او هذا المشروع العملاق اللي هو مشروع العام لوزاره العمل ان شاء الله، اللي هو هيكون نقله نوعيه في منظومه التدريب المهني. صحيح. في يعني ليس فقط يعني من ضمن اهدافه هو التدريب المهني والفني والصناعي، ولكن ايضا يقوم بدور التوعيه. عندنا التوعيه بثقافه العمل الحر واهميه الاعلاء من قيمه العمل واقامه المشروع. اسمع اصوات ممثلي العمل الحر بقى، الاصوات. أيوة يا فندم. اصحاب الشركات الصغيره وغيره. انا عايز اقول يا فندم، التوعيه بثقافه العمل الحر واهميه الاعلاء من قيمه العمل واقامه المشروعات الصغيره، هذه التوعيه وهذه التوصيه وهذا الهدف كان من ضمن توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. في عيد العمال، يعني فكره ان انت يعني هنحط ايدنا في ايد القطاع الخاص عشان يكون في توعيه لشبابنا. يعني احنا عندنا دور يا فندم، دور الحكومه ودور المنظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال ايضا معانا. احنا بنسعى لتدريب الشباب وبندعوهم الى ان يتابعوا هذا المؤتمر عشان يشوفوا اليات التقديم على المهن المطلوبه اللي تناسبهم عشان يتدربوا عليها. وطبعا هذا الشباب عليهم دور زي ما انا قلت. احنا برضو يا فندم فكره القطاع الخاص هو شريك معانا، بنسعى معا الى تقليل الفجوه ما بين التدريب ومتطلبات سوق العمل المحليه والدوليه. بنسعى معا نحو تطوير التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز التدريب بالقطاع الخاص. بنسعى معا إلى الإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني معا كشركاء اجتماعيين. تمام. معالي وزير العمل حسن شحاتة في الفترة الماضية قام بزيارات عديدة لمنظمات أصحاب الأعمال. عندنا اتحاد الصناعات. سؤال مهم برضو عايز أسأله حضرتك، يعني قبل ما نختم المداخلة مع حضرتك، فكرة مهم جدا التعليم والتدريب والتطوير وتطوير الكفاءات والمهارات الخاصة المهنية في قطاعات مختلفة، لكن السؤال دايما بيطرح من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو حتى متناهية الصغر، فكرة ما بعد الإنتاج، فكرة التسويق. يعني بتبقى في شكوى دايما من إزاي أسوق المنتجات الخاصة بيا، إزاي أفتح نوافذ ومساحات جديدة لتسويق منتجاتي. طبعا ده هدف من اهداف المشروع ايضا، وهنا وزاره العمل بتلعب دور كبير جدا. لو انا اديتك بعض الامثله الحيه اللي موجوده دلوقتي عندي، مثلا كان في منطقه سانت كاترين كانوا محتاجين عربيه تدريب متنقله. معالي الوزير استجاب في خلال اسبوع وارسل لهم هذه العربيه، وهذه العربه المتنقله موجوده الان في سانت كاترين، بتقوم بتدريب الفتيات البدويات على المهن التراثيه اللي موجوده هناك. وحضرتك لا تتخيل ان في كان هناك معرض اللي هو اسبوع مصر والكويت، كان هناك معرض خاص بهذه المنتجات اللي هي مخرجات هذه العمليات التدريبيه، وبيشاركوا دلوقتي في كل المعارض وبقى لهم اسواق وبنفتح لهم اسواق جديده. جميل. بخلاف يا فندم ان اي حد متدرب من الشباب بيكون متفوق في العمليه التدريبيه بيتم مساعدته في اقامه مشروعات صغيره عن طريق يعني بنقدم له هدايا زي مثلا مكنه تطريز، شنطه سباكه، شنطه كهرباء. يستطيع ان يقيم مشروع صغير له. زي ما بقول لحضرتك عشان اختم يعني كلامي، الحكومه عليها دور والشباب عليه دور ايضا. لابد ان يتلاقى الدورين دول مع بعض، ان انا بقدم لك خدمات، ان انا بقدم لك دورات قد تكون مجانيه في بعض الاحيان. انت ايضا كشاب عليك ان يعني تغير ثقافتك نحو العمل الحر، ان تقوم بدورك ايضا في ان انت تقبل على العمليات التدريبيه، وان انت يكون عندك رغبه حقيقيه في تنميه مهاراتك علشان سوق العمل دلوقتي لا يرحم سواء. صحيح. في الداخل او في الخارج. ده كلام مهم جدا، تنميه المهارات وفتح كمان فرص امام الشباب. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزاره العمل. صباح الخير على حضرتك.